ضربة جزاء للمنتخب التونسي، وكانت هنا ربما الغرابة. في المرة الأولى صوبها في المرمى الجديدي، ولكن الحكم أريو ميرتا تشارلز إدواردز من تاهيتي أمر بإعادة ضربة الجزاء، ثم نفذت ضربة الجزاء للمرة الثانية، نفس اللاعب الجديدي والحارس الصربي نيكولا، الكرة في المرمى مرة ثانية، ولكن الحكم أيضا يقرر إعادة هذه الكرة. وهذه طبعا واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ كرة القدم، ربما أن الحكم التاهيتي القادم من هذه الجزيرة السياحية في المحيط الهادئ بجانب أستراليا يريد أن يدخل التاريخ، وقد فعل ربما بطريقة خاطئة. مرة أخرى الكرة في المرمى، ومرة أخرى الحكم يقول الإعادة والبطاقة الصفراء للاعب تونسي. طبعا هو يعني في قانون كرة القدم إذا دخل اللاعب من أحد الفريقين منطقة الجزاء فينظر كيف تكون النتيجة. هنا طبعا يصد الحارس والحكم يعيد للمرة الرابعة ركلة الجزاء. إذا دخل مدافع ولم تدخل الكرة المرمى تعاد، وإذا دخل مهاجم ودخلت الكرة المرمى تعاد، وإذا دخلت الكرة ودخل لاعب من الفريقين تعاد. قصة طويلة، يعني هو الحكم ربما يقول أنه يطبق القانون، ولكن في نهاية الأمر فإنها كانت ظاهرة غريبة وربما كان فيها مبالغة. الحكم يصد والجديد يغلب الرأس، ومن جديد الحكم يعيد ضربة الجزاء. 5 مرات أعاد تنفيذ ركلة الجزاء التي نفذت 6 مرات في المجموع. يعني تدريب ممتاز للجديدي الحقيقة على ركلات الترجيح والجزاء. الحارس صد مرتين والجديدي سجل 4 أهداف، ولكن في النهاية هدف وحيد حسب. لحسن الحظ أن الركلة الأخيرة سجلها الجديدي.